السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه إذا لم تتحسن الحالة الوبائية بالمغرب لن يكون هناك تخفيف للحجر الصحية، لأن هذه مسؤولية أمام الله أولا وأمام الملك والشعب المغربي والتاريخ. وأكد العثماني في كلمة أطيرية لأعضاء الكتابات الجهوية والإقليمية لحزب العدالة والتنمية ليلة أمس الخميس أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لمحاصرة جائحة فيروس كورونا ليست عشوائية، قائلا لدينا لجنة علمية تقوم بتقييم أسبوعي وننطلق منها لمعرفة هل نتخذ إجراءات جديدة أم لا. وأضاف العثماني الحكومة ما حاقر على تشمدينا، المغاربة عندنا بحال لا يمكن أن نرى الفيروس ينتشر والحالات الصعبة تزيد والوفيات تزيد ونبقاو كنشوفو، هذه مسؤوليتنا. وشدد رئيس الحكومة على أن التطور السلبي للحالة الوبائية بالمغرب حتم على الحكومة اتخاذ قرارات لمنع مواصلة انتشار هذا الفيروس وحصد الأرواح، محذرا من الاستهتار في التعامل مع الوضع من طرف المواطنين في هذه الظرفية الحرجة. نشكركم على حسن المتابعة.